فيما يخص الاقتصاد، احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور ان احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج اللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج ان كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر اكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. احنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي اطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الاولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. انا عايز اقول لكم ان ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات اكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر اكيد. بس احنا كمان بالمناسبة كنا شغالين واحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي احنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل افضل. فانا عايز اقول ان كان ممكن ناخد قرار ساعتها في ان احنا نعمل ايقاف كامل للأنشطة، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل اجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته. طيب تأثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تأثر، قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف اعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت. النتيجة احنا مش عايز انسى نقول ان احنا كان في عندنا عمالة غير منتظمة وعمالة مؤقتة، تم يعني تقديم دعم مالي لهم عشان ييسر لهم الحياة في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي، لكن لم تتوقف مشاريعنا وإجراءات العمل في مصر قبل وأثناء وحتى الآن، بل بالعكس احنا يمكن أطلقنا مشروع حياة كريمة، وهذا المشروع يستهدف 60 مليون إنسان في الريف المصري. المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد، مش على مصر بس، على العالم كله. معدلات الفقر لا شك، معدلات الفقر لا شك، حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة. فاحنا في مصر أطلقنا أيضا برنامج آخر، هذا البرنامج هيتكلف من 600 ل 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس. وزي ما بقول احنا من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو، احنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو. وانا اتصور ان في دول كثيرة جدا لم تستطيع او دول لم تستطيع ان تحقق هذا الامر. الخلاصة اللي انا عايز اقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي انا بقول عليه في بداية الكلام، ان هو قد تكون محنة، ولكن المحنة دي ممكن تتولد منها منح كثيرة جدا جدا. واتصور ان في قوة دفع هائلة تشكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية، اللي هي بشكل أو بآخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله. نتبادل الخبرات، نتبادل الرؤى في إزاي نحن ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون أكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الأزمات. دي أنا عايز أقول دي التجربة المصرية، وأتصور أن كل دولة بيبقى ليها خصوصية في مسارها
والتعامل مع الـ مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع إطار عام بيجمعنا بالكامل. في النهاية أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا دايما أبص على موضوع الفيروس ده وأقول لي وكأنه يعني بيرسل لنا رسالة يقول أيها البشر انتبهوا، أنتم لستم قادرين على تحدينا. شكرا جزيلا.